أهلا بكم. لقي شابان مصرعهما زوال يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 غرقا في القناة تيدو للرية على مستوى دوار وارمان بجامعة أرفلة التابعة إدارية لإقليم أزلال في ظروف غامضة. ووفق مصادر صحفية فإن الغارق الأول شاب يبلغ من العمر 11 سنة كان يقطن بجامعة ولاد عياد التابعة لإقليم لفقي بن صالح، فيما الثاني يبلغ من العمر 13 سنة وينحدر من دوار وارمان بتراب إقليم أزلال. وأكدت المصادر ذاتها أن فرقة الغوص التابعة لعناصر الوقاية المدنية بسبت ولاد نمة تمكنت من انتشال جثة الهالك القاطن بولاد عياد بعد حوالي ساعة من غرقه، فيما تطلب انتشال جثة الثاني أزيد من 3 ساعات من البحث بسبب سرعة مياه القناة المذكورة. وقد جرى نقل الجثتين إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد إخداعهما للتشريح لفائدة البحث القضائي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إمداحا. إن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.